ما قاله سيد القائد العام هو التنسيق الوثيق بيننا وبين الشقيقة الجزائر. الجزائر دولة شقيقة، دولة جارة، دولة ذات مصير واحد. نحن وجزائريين عرب ومسلمين، وبالتالي وبكل التركيبات اللي في الجزائر وفي ليبيا نحن دولة واحدة، نحن في خندق واحد، نحن أشقاء. تربطنا علاقات ليست علاقات سياسية ولا علاقات اقتصادية فقط، بل علاقات اجتماعية وتاريخية من معركة سين إلى جميع المعارك ضد الاحتلال إلى اليوم ضد الإرهاب.